إذاعة إم راديو تقدم فقرة من الأبراج، إعداد وتقديم باتريسيا مفوض. مرحبا، فقرة جديدة من الأبراج منسمعها سوا عبر إذاعة إم راديو، على أمل ترسم البسمة على وجوهكم. مثل العادة البداية مع برج الحمل، تشعر اليوم بالحيوية والنشاط وتمتلك القوة في اتخاذ القرارات المهمة وتكون حريصاً على أداء مهامك بالشكل الصحيح. مهنياً تعاني من تقلبات عديدة في الوضع المالي وعليك تسديد بعض الفواتير، لكنك تتلقى الدعم من أشخاص مقربين إليك فلا تقلق. عاطفياً يمدحك الشريك بكلام جميل مما يرفع من معنوياتك ويقربك منه أكثر، فكن لطيفاً معه. صحياً برج الحمل، خفف من انفعالاتك الغير مبررة لكي تستطيع المحافظة على صحتك، لأن التوتر يؤثر على الصحة بشكل سلبي. برج الثور، إحساسك بالرضا عن الأعمال التي قمت بها مؤخراً يمنحك القوة والإصرار على المواصلة، فتتغير أحوالك نحو الأفضل وتتفاعل مع الجميع بمحبة. مهنياً تتعامل مع الآخرين بوضوح وشفافية وتتمكن من إحراز تقدم ملحوظ في محيط العمل، ولديك تحسن في الوضع المالي بعد طول انتظار. عاطفياً تتمكن من الوصول إلى التفاهم والانسجام مع شريك حياتك مما يجعلك تشعر بالراحة والسعادة. صحياً برج الثور، من الضروري تخصيص بعض الوقت للجلوس مع الأصدقاء والعائلة حتى تتحسن حالتك النفسية مما ينعكس بشكل إيجابي على صحتك. برج الجوزاء، حافظ على علاقتك مع عائلتك والمحيطين بك بالكلام الجميل والأسلوب الراقي، وحاول أن تكون واضح وصريح في تصرفاتك وأقوالك مع الجميع. مهنياً أدرس خطواتك بشكل صحيح واحذر من التسرع في القرارات المهمة، وقدم ما لديك من أفكار جيدة تساعدك على إبراز ذاتك بين زملائك. عاطفياً استوعب ردة فعل الشريك معك فيما يخص بعض النقاشات على أمور هامة، وكن متجاوباً مع أفكاره حتى تتجنب الخلافات بينكما. صحياً برج الجوزاء، التزم بتعليمات الطبيب وقلل من تناول الأملاح والسكريات لأنها مضرة بالصحة. عزيزي برج السرطان، حضورك أكثر من جيد في هذه الفترة، استغل المرحلة الحالية حتى تتمكن من التخلص من القلق والتردد، لأنك لن تستطيع تعويض ما فاتك من وقت بسهولة. مهنياً تحظى بمن يدعم خطواتك نحو التقدم، فتجد كل الطرق جيدة لتطوير وضعك المالي، فلا تخف من المضي قدماً إلى ما تطمح إليه. عاطفياً كن متفهماً للشريك ولا تخالفه دائماً فيما يقترحه عليك حتى لا تزداد المشاكل والخلافات بينكما مع مرور الوقت. صحياً برج السرطان، للحفاظ على جسم صحي مارس الرياضة بشكل منتظم وقم بشرب العصائر الطبيعية بكثرة. منكمل مع برج الأسد، ابتكر لنفسك أفكار جديدة تساعدك على التقدم نحو الأمام مما يمنحك الشعور بالحيوية والحماس، فتبدو بكامل نشاطك واندفاعك. مهنياً ابتعد عن التدخل في التفاصيل الدقيقة في العمل كي لا تؤخر من تقدمك ونجاحك، واكتفي بالقيام بواجبتك بالشكل المطلوب. عاطفياً اعمل على تحسين حالتك المزاجية من خلال خوض تجارب جديدة ومميزة مع الشريك لتتمكن من الحصول على مشاعر الحب التي تطمح إليها. صحياً برج الأسد، واظب على شرب المياه والسوائل فهي مفيدة لك خلال الفترة القادمة. برج العذراء،
تحكم بأعصابك ولا تضع نفسك في ضغوط نفسية بسبب تفكيرك المستمر في المستقبل، فقط استمتع بيومك واترك كل شيء لوقته. مهنياً، تنشط حياتك المهنية بشكل كبير هذه الأيام، لذا عليك أن تتميز بالشفافية في تعاملك مع المحيطين بك. عاطفياً، فكر جيداً قبل أي تصرف تقوم به مع الحبيب حتى لا تعقد الأمور بدلاً من أن تحلها. صحياً برج العذراء، هذا هو الوقت المثالي للتركيز على تكثيف نظامك الغذائي للحصول على جسم صحي وسليم. عزيزي برج الميزان، القمر في برجك اليوم يعطيك وضع مريح وتنشط اجتماعياً، كما ينصحك الفلك بأن تقول كلمتك للمحيطين بك بكل وضوح وبدون تحفظ. مهنياً، عليك اليوم أن تلتزم بقواعد العمل لتحقق أهدافك، كما أنك تقوم بمشاركة غيرك في أمور كثيرة مما يساعدك على إثبات نفسك أمام مديرك. عاطفياً، أنت اليوم على موعد مع كوكب فينوس في منزل الأصدقاء، وهذا يمنحك كل الجاذبية والحضور، فيطلب الجميع صحبتك. صحياً برج الميزان، لا تنسى الاستمرار في ممارسة الرياضة للوصول إلى جسم صحي مليء بالنشاط والحيوية. ننتقل لبرج الثامن العقرب، عليك اليوم أن تتجاوز العقبات الطارئة التي قد تعترض حياتك، فأنت محبوب من الجميع، لكن خجلك الزائد يدفعك إلى الانعزال والابتعاد عن الناس لفترة من الوقت. مهنياً، حاول أن ترشد من نفقاتك والاستثمار في بعض مدخراتك حتى تصل إلى المكانة التي تحلم بها في مجال العمل. عاطفياً، أظهر حبك واهتمامك بالشريك حتى يتأكد من صدق مشاعرك تجاهه، مما يسهم في تقوية علاقتكما معاً. صحياً برج العقرب، يجب عليك الابتعاد عن تناول الدهون والأطعمة الدسمة لأنها تسبب الكثير من المشاكل الصحية على المدى الطويل. منكمل مع برج القوس، أنت من الشخصيات النقية والواضحة، ودائماً ما تظهر ما في قلبك إلى الآخرين وخاصة المقربين منك، كما أنك شخص نشيط ومرح ومبدع. مهنياً، لديك الكثير من الواجبات التي يجب أن تنظر لها بعناية شديدة، فيومك مشحون بالأعمال، ولكن لا تنسى أن توازن جيداً بين أعمالك وحياتك العائلية. عاطفياً، القمر اليوم يتنافر مع فينوس في وضع دقيق، لذا ينصحك الفلك بالمقاومة وعدم الاستسلام للعصبية والتوتر أثناء لقائك مع الحبيب. صحياً برج القوس، حاول أن تخسر الوزن الزائد الذي اكتسبته مؤخراً، لأن ذلك قد يؤدي بك لاحقاً إلى مشاكل صحية عديدة. ننتقل لبرج الجدي، ينصحك الفلك بضرورة التحلي بالصبر والهدوء والعمل بدقة وتركيز قدر المستطاع لتتمكن من تخطي العقبات التي تمر بها في حياتك. مهنياً، تعاني من بعض الضغوط والمعاكسات، إلا أن حكمتك وإيمانك بنفسك يساعدانك على تخطي المشاكل التي تواجهك بشكل صحيح. عاطفياً، يدفعك القمر إلى الاستمتاع مع الشريك، وعليك اتباع السرية والكتمان في جميع تحركاتك خلال هذه الفترة. صحياً برج الجدي، احذر من إهمال التمارين الرياضية والاكتفاء بالأكل والنوم فقط، فالنتائج لن تكون إيجابية على المستوى الصحي. منكمل مع برج الدلو، أنت شخص مقنع لمن حولك وتمتلك مهارة كبيرة في التواصل وإدارة الحوار، وتعرف كيف تتعامل مع الكلام والناس بكل سهولة. مهنياً، هذا اليوم جيد لك من أجل تنمية الأعمال أو المشاريع، إذ أنك تكسب دعم الزملاء ورؤساء العمل سريعاً وتحصل على ثقتهم. عاطفياً، الحب ما زال في حياتك، وأنت تعيش سعادة كاملة مع الشريك لم تعرفها منذ مدة طويلة. صحياً برج الدلو، فكر في كل خطوة تقدم عليها، خاصة إذا كانت تتعلق بالمحافظة على صحتك ورشاقتك.
منختم مع برج الأخير الحوت. يتواجد القمر اليوم في منزل الأصدقاء، مما يجعلك تقضي أوقات مميزة تجمعك بهم، كما تستمع إلى نصائحهم التي تستفيد منها فيما بعد. مهنياً، أورانوس والقمر معاكسان لك اليوم، وهذا ما يجعلك تميل إلى الابتعاد عن المحيط المهني، لكن حاول الاجتهاد لتكون مستعداً، فلا شيء يدرك بدون تعب. عاطفياً، تعيش اليوم بعض المشاكسات مع الحبيب، مما قد يجعلك تواجه بعض المشاحنات المربكة التي قد تعكر صفو العلاقة. صحياً برج الحوت، لا تستسلم لمشاكلك النفسية، وعليك السفر إلى مكان هادئ حتى تستعيد نقائك الذهني وراحتك النفسية والجسدية. مستمعينا، هذه كانت كل معلوماتنا لليوم من عالم الفلك. دايما تابعوني عبر إذاعة أم راديو.